مساء الخير. الأخبار كانت حلوة باللوتو وإن شاء الله الليلة كمان أخبار حلوة باليومية. من وين ما كنتوا عم بتتابعونا تحية لإلكم شاني نمباركي، وتحية كتير حلوة بدي أوجهها لكل أمات العالم، أمي وكل أمات العالم، وإن شاء الله كل سنة بتكونوا بألف خير. مساء الخير لإلك مدام تيريز مسلم، وكمان بن فات ماما لإلك. ميرسي، خلي لك أمي. حضرتك مندوبة وزارة المالية وعضو لجنة الرقابة، سوا ومع المشاهدين رح نشوف سوا شو هن الطابات والأرام الحلوة بصحب الليلة لليوم الاثنين، فخلوكم برفقتنا ورح نبلش مثل العادة مع اليومية ثلاثة. خلونا نشوف سوا إذا شو هن الأرقام الرابحة بأول أول سحب لليلة مثل العادة، قبل ما نشوف أكيد نتائج اليومية أربعة واليومية خمسة. خلونا نشوف سوا إذا هلا مباشرة على الهواء. ما تنسوا فيكم تكسوا يومية يومية وين ما كان بلبنان، وين ما في ماشين لا شركة لليبانيز دي جو بلبنان، وبتقدروا تكسوا أوراق اليومية وتختاروا أرقامكم يلي بتحبون يلي معقول يجيبوا لكم كثير من الحظ. يلا عم نتابع سوا اليومية ثلاثة وأرقامها لليلة هن أربعة صفر ثمانية. مبروك إذا اخترتوا هالثلاث أرقام، وشاهدينا إذا اخترتوا تلعبوا بالدور، يعني إذا اخترتوا يطلعوا هالأرقام ورا بعضهم أربعة من بعد صفر من بعد ثمانية، عليكم تضربوا المبلغ يلي دفعتوه ب 400 مرة، وياما إذا اخترتوا حيلا يعني يطلعوا الأرقام مثل ما يطلعوا، يعني يا ثمانية يا صفر يا أربعة أول ما بتفرق، عليكم تضربوا المبلغ يلي دفعتوه ب 70 مرة لتعرفوا دغري شو بتربحوا. وهلا مع اليومية أربعة. خلونا نشوف سوا شو هن الأرقام الرابحة بثاني سحب مثل العادة باليومية. ليلي بهالوقت نحن برفقتكم، ففيكم تجربوا حظكم كل يوم كل يوم مع اليومية، لأنه كل يوم معقول يكون يومكم مع هاللعبة. مين لعب يومية أربعة ومين مختار ثلاثة والسبعة والثمانية؟ شو يا توفيق؟ شو أخبارك؟ ثلاثة سبعة ثمانية مش الحال توفيق، اليوم ربحان. أربعة ثلاثة سبعة ثمانية أربعة، ألف مبروك اللي اختاروا هالأربع أرقام. إذا اخترتوا تلعبون بالدور ضربوا المبلغ اللي دفعتوه ب 4000 مرة، وإذا اخترتوا حيلا ضربوا المبلغ اللي دفعتوه ب 150. فرقت على رقم لمين؟ يلا هات لنشوف. يلا اليومية خمسة كمان توفيق فرقت اليوم على، مش معقول توفيق صار مشهور معنا. يلا هات لنشوف أرقام اليومية خمسة. زعلان توفيق؟ يلا عن جديد هالطابات عم يبرموا ليعطونا ارقام اليوميه خمسه، ومنبدا مع اثنين من بعدها مع الخمسه. هات ليك الجوكرج ونرجع نقولن اولك هالارقام. لا ثمانيه مصره اليوم، هيدي الثمانية المصرة. يلا اثنين خمسة ثلاثة ثمانية خمسة. توفيق رح أقول حلوين. مبروك على الأشخاص اللي اختاروا هالخمس أرقام، إذا اخترتوا تلعبوا هالخمس أرقام بالزيت بالدور ضربوا المبلغ يلي دفعتوه ب 40000 مرة، وإذا اخترتوا حيلا ضربوا المبلغ يلي دفعتوه ب 350 مرة لتعرفوا دغري على كعبة شو بتربحوا. وألف مبروك مدام تيريز، رح نشوف النتائج معك، تفضلي. اليوم سحب يومي لليوم الاثنين تاريخ 21 أدار 2016. الأرقام الرابحة هن يومية 3 4 0 8، يومية 4 3 7 8 4، ويومية 5 2 5 3 8 5. هول إذا سحبات وأرقام رابحة لليلة باليومية 3 والأربعة والخمسة. نعم بشكرك على وجودك معنا مدام تيريز وبنفات عن جديد. مرسي. مشاهدينا لقائنا معكم مثل العادة كل يوم على الـ LBC بهالوقت، ما تنسوا لقونا باليومية.
دوما دوما تك، دوما دوما تك، احلى برنامج.